من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تكريت، أهلا بكم. قال محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب إن الاهتمام بالمشهد الثقافي والفني والتراثي للمحافظة يعبر عن انتماء أبنائها العميق لتاريخها المجيد واعتزازهم بدورها الريادي في كافة مجالات الحياة. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل أقامتها منظمة تعالوا نصنع الفرح للتنمية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حملت عنوان الأنشطة الثقافية وأهميتها في تعزيز التماسك المجتمعي في محافظة صلاح الدين. وأوعز خلال الندوة للجهة المعنية دراسة استحداث مهرجان سنوي للمحافظة يقدم الواجهة الحضارية والثقافية والفنية لها، موجها لدعم فرع اتحاد الأدباء والكتاب ودور النشر المحلية والإصدارات الثقافية خدمة للأدباء والكتاب. طيلة السنوات الماضية متواصل مع المنظمات، ولدي العشرات من النشاطات مع المنظمات بداخل صلاح الدين أو خارجها في بغداد أو أربيل أو غيرها. أنا شخصياً أؤمن إيمان مطلق ضرورة الحوار بين الحكومة المحلية وما بين المنظمات العاملة في المحافظة، سواء كانت منظمات محلية أو دولية. وبالتأكيد قد ما نعمل احنا تواجهنا كثير من الصعوبات والمشاكل، وهذه الصعوبات والمشاكل تحتاج الى قرارات، وهذه القرارات ممكن نجتهد بها، احيانا تكون صائبة واحيانا تكون غير صائبة. فالحوار والمناقشة ومعرفة سلبياتنا من خلال تواصلنا أكيد راح ينبهنا على كثير من القرارات الغير صائبة أو من السلبيات في عملنا، وإحنا راح نتلافاها بالمستقبل. يعني أكو قسم من المسؤولين ينظر إنه منظمات يعني مجرد إنه هي يبحثون عن أمور خاصة بهم ويحاول يرضي مسؤولة أو يرضي المانع أو يعني ممكن يحقق بعض المنافع الشخصية له وخلاص ينتهي الموضوع. احنا ننظر الموضوع يعني لا، احنا ننظر انه كل الناس الناشطين في المنظمات هم من ابناء المحافظة ولهم دور كبير ولهم اهمية، واغلبهم هم كفاءات وشهادات، واكو بعض البعض من عندهم يعني عندهم بعض السلبيات، وانا اشخصت كثير من السلبيات في الماضي، لكن على العموم احنا نريد ندعمهم وندفعهم للامام، وحقيقه احنا نريد نستفاد من خبراتهم مع المنظمات الدوليه حتى المنظمات الدوليه تجي تعمل في صلاح الدين وتساعدنا، ساعدنا في كثير من الملفات. طبعا احنا كثير من الملفات نحتاج يعني نتعاون ونتشارك حتى نحقق نجاح فيها. كل انسان قادر على ان يخدم محافظته، مو بالضروره يكون محافظ او قائم مقام او رئيس منظمه يعني مثلا معروفه او كبيره حتى يقدر يخدم المحافظه. كل انسان قادر على انه يقدم خدمه لمحافظته ويشارك بناء محافظته بكل المجالات. انا مو فقط اتكلم عن مجال الاعمار مثلا، حتى اليوم التنميه البشريه وتغيير ثقافه مجتمعنا الى الاحسن، انهاء السلبيات الموجوده، الاختلافات او الخلافات والصراعات والوهميه اللي موجوده اليوم، اذا كان هناك سياسي سلبي او اداري سلبي او ناشط سلبي، فعندما تكون الاصوات الايجابيه اكثر بكل هاي المسميات اللي ذكرتها، فما راح يكون ما راح ينشط، راح يكون يشوف نفسه هو شاب بين كل الاصوات اللي يسمعها، وبالتالي راح تكون الصوت الحق هو الصوت العالي. شكرا جزيلا لفضائياتكم المحترمه اللي تواكب دائما نشاطات محافظه صلاح الدين،
هاي الندوة الحوارية مهمة، كانت مع عدد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بحضور مسؤولين حكوميين. يعني تحاورنا بعدة أمور، قسم منها تخص الشأن الثقافي، قسم منها يخص الشأن يعني العلاقة ما بين المجتمع المدني وما بين المحافظة وإدارة المحافظة ودوائرها، وضرورة التواصل وحضور لقاء وحوارات وندوات. وأيضا تحاورنا بأن يكون هناك دعم للنشاطات الثقافية في المحافظة، أبدينا استعدادنا نحن كمحافظة لدعم هذه النشاطات. ولكن أهم شيء هو طبعا اليوم ناقشناه هو المهرجان الوطني في المحافظة. احنا نرغب حقيقة يكون هناك مهرجان وطني كبير في محافظة صلاح الدين. محافظة صلاح الدين محافظة عمقها التاريخي كبير جدا، ولديها إرث كبير جدا بكل أقضيتها ونواحيها، بداء من سامراء وتكريت وباقي المدن في المحافظة. وهناك العشرات من الشخصيات التاريخية الثقافية والعلمية المعروفة على مستوى العالم كانوا موجودين أو سكنوا أو عاشوا في هذه الأرض منذ فترات بعيدة جدا. فاليوم هذا المهرجان الوطني ضروري جدا أن يقام في محافظتنا. شكلنا لجنة أو اقترحنا على تشكيل لجنة حقيقة حتى تنظم يعني لهذا المهرجان. وأيضا أكو هناك بعض الطلبات من بعض الناشطين احنا استجبنا لها وأخذنا على عاتقنا في نهاية الحوار أن يكون هناك شراكة بين الحكومة المحلية وبين كل الفعاليات الأخرى، إذا كانت مجتمع مدني أو إعلام أو ناشطين أو غيرهم، تكون شراكة حقيقية بالنهوض بالمحافظة وتعاون كبير ما بيننا حتى ننهض بواقع المحافظة وتكون محافظتنا من المحافظات الأولى إن شاء الله على مستوى البلد. شراكة مع UNDP وإدارة منظمتنا تعاون أصنع الفرح، قمنا اليوم ورشة العمل هذه تحت عنوان دعم الفعاليات الثقافية وهمتها في التماسك المجتمعي بحضور السيد محافظ صلاح الدين والسلطة المحلية. الغاية من هذه الورشة هي تقريب وجهات النظر بين المجتمع المدني وبين المحافظ والسلطات المحلية. نحن دائما ما نرصد هناك فجوة نوعا ما أو عدم تقارب في نقاط معينة بين السلطة المحلية والنقابات والمنظمات المشتغلة في أجانب الثقافي. هذه الورشة، هذا الحوار الذي دار اشتغل على هذا الشيء وعمل عليه، وإن شاء الله الحمد لله وجدنا تجاوب، ووعد السيد المحافظ بإجراء نقاط معينة، وإن شاء الله تكون التوصيات تصل إلى مكتب المحافظ وإلى السلطة المحلية لتتحقق إن شاء الله.